بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في فيلبي اصحاح 2 كنا خلصنا منه 7 ايات. هفكركم بالايتين 3 اللي خدناهم المره اللي فاتت. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا، اللي هو فكر الاتضاع، الذي اذ كان في صوره الله. افتكروا كلمة صورة لما أخذنا كلمة مورفي، اللي هو الشكل الخارجي الذي يعبر عن جوهر الطبيعة. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله. وقلنا الآية دي معناها معادلته للآب ليست غنيمة، معادلته للآب ليست سرقة، هو حقه، هو معادل للآب، لكنه أخلى نفسه. الإخلاء إن هو شكله الخارجي بقى شكل إنسان، ولكنه لم يفقد طبيعته، أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. طبعا قلنا كمان صورة عبد معناها الشكل الخارجي بتاع العبيد، صائرا في شبه الناس. قلنا كلمة شبه الناس لأنه صحيح بقى إنسان حقيقي، بس الكتاب عايز يقول كونك بتشوف المسيح إنسان حقيقي ليست هذه آخر القصة، لأن هو حقيقته الله. ناخد بقى من أول آية 8. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا كلمة الهيئة في اليوناني سكيما، سكيما. انت عارفين الجماعة اللي بيدرسوا كيمياء لما بيدخل المعمل بيبقى معاه سكيما. لو تفتكروا حد فيكم يعني درس كيمياء في كلية علوم ولا طب ولا حاجة، يقول لك في سكيما بتاعت المعمل، يعني بيبقى معاه جدول اشتغل عليه. فده الهيئة الخارجية، المنظر. لما الرهبان بيترهبنوا بيلبسوا حاجة اسمها سكيم، سكيم معناها المنظر الرهبان. فكلمة هيئة اللي هي سكيما في اليوناني معناها المظهر الخارجي أو الصورة الخارجية. الصورة الخارجية دي ممكن تتغير وتتبدل. هذا عكس كلمة صورة اللي هي المورفي. المورفي مش ممكن يتغير. الإنسان إنسان، لو أسمر أو أبيض هو إنسان، لو مرض أو بصحة جيدة هو إنسان. فالمورفي مش بيتغير، لكن الهيئة الخارجية ممكن تتغير. شوف واحد تقول له مالك أنت خسيت كده ليه، شكله اتغير، دي الهيئة، لكن هو إنسان ما تغيرش في طبيعته. فالمورفي لا يتغير والهيئة إيه تتغير. عشان كده بولس الرسول وهو بيستخدم الألفاظ بالروح القدس كان بينقيها كده. لما اتكلم عن مساواته للآب قال كان في صورة الله، مش في المور، مش في السكيمة، مش في الهيئة، لكن في الايه؟ الصورة. لما اتكلم عن تجسده قال وإذ وجد في الهيئة كإنسان، لأن الهيئة دي ممكن تتغير، مش ثابتة. وهنا مقصود بيها أن صورة العبد اللي أخذها السيد المسيح صورة وقتية حتى يتمم الفداء، بعدين يرجع للمجد اللي هو ما فقدهوش. هذا تم دون أي تغيير في جوهر لاهوته. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه. هنا وضع، انت عارف في اللغة الدارجة يعني حط نفسه، بقى حاجة وضيعة. ومن كلمة وضع كلمة الاتضاع، ومنها كلمة وضيع. إنسان وضيع يعني إنسان حقير، بس لما يكون هو وضع ذاته يعني حقر نفسه، مش بس رضي إنه يكون إنسان، ولكن حتى وهو إنسان وضع نفسه. وبعدين مش كده بس، أطاع حتى الموت، موت الصليب. يعني عايز يقول حتى الموت رضي انه يكون اوحش نوع من الموت اللي هو الصليب.
اللي فيه عار وفيه لعنة وفيه ذل وفيه إهانة وفيه فضيحة، واحد متعري كل الناس تتفرج عليه والألام بتاعته في منتهى البشاعة، فهو أطاع حتى الموت، موت الصليب. وكلمة أطاع حتى الموت معناها أطاع طول حياته لغاية آخر لحظة منه. كلمة أطاع، هو المسيح اتصلب بإرادته ولا اتصلب لأنه أطاع؟ الاثنين، بإرادته وفي نفس الوقت أطاع الآب، لأن إرادة الابن تساوى وتتحد مع إرادة الآب. بصوا الآية دي اللي انتوا حافظينها كلكم. ليلة ألام المسيح دخل في بستان جثماني وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. فيها الطاعة، واضح فيها الطاعة، اللي أنت عايزه هعمله. هسأل المسيح في ودنك: طب وأنت إيه عايزه؟ يقول: أنا عايز أتصلب، لأن إرادتي وإرادة الآب إرادة واحدة. طب أمال ليه بتقول ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت؟ أرجوكم ركزوا معايا في الشرح بتاع الحتاية دي، لأنه مهم ولذيذ، مش صعب. تخيلوا أي واحد فينا، واحد عاقل وكبير ومتدين وبتاع كنيس، وبعدين مثلا يوم خميس العهد مصلين قداس مع بعض وهنصايمين فترة طويلة والجو سخن جدا، وانت ريقك نشف وحلقك نشف، وبعدين لمحت بعينك ازازة مية متلجة سلسبيل، فانت عايز تشرب وعايز تتناول، هتعمل ايه ساعتها؟ ها؟ مش هتشرب. انت عايز تشرب بس مش عايز تشرب، الاثنين موجودين. هل انت عندك صراع داخلي؟ ابدا، حكاية بسيطة. انا عطشان فعلا، محتاج جدا مية، والمية قدام دي مغرية، بس مانيش عيل يعني عشان اشرب مية واضيع التناول، يعني ما جاتش من نص ساعة، هتعدي النص ساعة دي وهنتناول بعدين نبقى نشرب. ومتقعدش تناقش نفسك اشرب ولا ما اشربش، اشرب ما اشربش، هي دي قضية. صحيح انا محتاج اشرب، لكني انا مش عايز اشرب بارادتي، لاني عايز اتناول. فنقدر نقول ان في رغبتين ضد بعض، لكن لا يمثلوا داخلك صراع او نزاع. الصراع ده ممكن يحصل مع واحد صغير، طفل، او واحد ضعيف الارادة، فيقول: لا، ما هو انا بتناول كل يوم، ما جاتش من النهاردة هشرب، بلاش من اول، وينهزم. او يقعد يصارع مع نفسه فيضيع القداس، مش بيصلي، هشرب ما اشربش، اشرب ما اشربش، لغايه ما جاله التناول قال: الحمد لله اديني ما شربتش اتناول بالمر. يبقى كان جواه صراع. لكن الانسان السوي القوي الطبيعي عنده الرغبتين، لكن احدهما بتغلب على طول من غير نقاش. هكذا في المسيح، جواه رغبة زي بتاعت العطشان انه يخلص من ألام الصليب. يقول لك يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. في فرق يا جماعة بين واحد مش عارف ايه اللي هيحصل، واحد فاهم ايه اللي هيحصل بكل تفاصيله. تعرفين زي ايه؟ زي لما يكون ربنا يحميكم يعني دكتور، وبعدين قالوا له: عندك المرض الفلاني، هو عارف البروجنوزز بتاعه، عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. ياما شاف مرضى ازاي بتعذبه من المرض ده، ومفيش حاجه في الدنيا بتسد معاه، فهو عارف ايه اللي هيحصل. بينما واحد تاني ما عندوش فكره، ممكن نضحك عليه، ده حاجات بسيطه، وبعدين نيجي لمراته على جنب نقول: خلي بالك اللي عنده ده حاجه خطيره جدا، بس ما تبينوش عشان ما يتخضش. ممكن نضحك على واحد ما يعرفش، لكن واحد عارف نضحك عليه ازاي؟ ده هو اللي هيبص في التحاليل بنفسه، في الفحوصات والسونار وغيره،
وهيعرف ايه ما يأتي عليه. تخيل بقى لما يكون واحد بيعرف بسبب العلم، مش حال الله يعرف بسبب ايه؟ ان هو عالم بكل شيء وفوق الزمان، وكل شيء واضح ومكشوف قدامه، مفيش حاجة مسطورة. فالألم اللي داخل عليه المسيح كان شيء بشع، وهو عارف كل تفاصيله. عشان كده كان في رغبة نخلص من هذا الألم، ولكن عنده رغبة أن يتألم من أجلنا. الرغبتين ضد بعض، لكن مفيش صراع. فقال له يا أبتاه، يعني المسيح كأنه صورها لنا بالتصوير البطيء. قال خلي بالكوا، اوعوا تفكروا ان انا الجسد بتاعي دوت جسد خيالي يدقوا في المسمار ما يحسش. لا، هحس. عشان كده هقول الآية دي كأنها بالتصوير البطيء. انا عايز ما تصلبش، وانا عايز اتصلب، بس ارادتي للصليب اقوى من ارادتي ان انا اخلص منه. عشان كده هتصلب. كل دي ما خدتش في ذهن المسيح فانتو ثانية، بس كتبها لنا بالبطء عشان نفهم ايه اللي جواه. فقال يا أبتاه، ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. وبين قوسين نفس ارادتك هي ارادتي، انت عايزنا تصلب وانا عايز اتصلب. يقول معلمنا بولس من اجل السرور الموضوع امامه، يعني زي هو الصليب بالنسبه له موضوع سرور. والمسيح مره تاني يقول الايه دي، يا ابتاه ان لم يكن ان تعبر عني هذه الكاس الا ان اشربها فلتكن مشيئتك التي هي مشيئتي ايضا. بدليل في يوحنا 10:18 يقول ليس احد ياخذها مني على روح، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. أنا لي سلطان، وأنا من حدش يعملها غصبا عني، لكن بعد كده يقول هذه الوصية قبلتها من أبي. ما هذا الاتضاع؟ إيه عمال بيتصلب من أجلنا، وبعدين يبرز هذا الحدث العظيم على أنه طاعة للآب، كأن الآب هو اللي ليه الفضل. ونرجع نقول يا رب يسوع مش انت عايز تتصلب؟ يقول اه. طب ليه بتقول هذه الوصية قبلتها من أبي؟ يقول ما فعلا قبلتها من أبي، وأنا وأبي واحد في الإرادة وفي الجوهر، بس أنا بمجد أبي عشان تحبوه زي ما بتحبوني. وما تقولوش الابن فقط خلصنا، ده الآب كمان خلصكم بأنه بذلني من أجلكم. عشان كده لما نقول الله مخلصنا تنفع على الآب، تنفع على الابن، وتنفع على الروح القدس. المسيح أطاع، يقول لك أطاع حتى الموت. ليه أطاع؟ في آية في رسالة روميا 5:19 تشرح لنا ليه الكتاب المقدس استخدم كلمة أطاع. الآية تقول لأنه كما بمعصية إنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. مين الإنسان الواحد الأولاني؟ آدم. مشكلته إن هو إيه؟ ما أطعش، عصى. معصيته خلتنا كلنا واقعين تحت الخطية. علاج المعصية بالإيه؟ طاعة. فجه المسيح أخذ شكل آدم وأطاع، عشان الطاعة بتاعته تبقى سبب خلاص، زي ما العصيان بتاع آدم كان سبب هلاك. المسيح كان بيعالج، بيصلح. ولذلك هتلاحظوا آدم غلطته انه أكل. المسيح بدأ الخدمة بتاعته بأنه صام، بيصلح. وفي العبرانيين 5 يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. شوف التعبير، مع احتفاظنا بانه هو الابن، الابن المساوي للاب في الجوهر، ولكن من جهه تجسده دخل في جو الطاعه. وبعدين بانت الطاعه ايه؟ مما تالم به، واذ كمل الامه
صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. طب إحنا هنطيعه ليه؟ لأن هو أطاع الآب. تعرف زي إيه مع الفارق يعني؟ أنت عارف ابنك لما يشوفك بتتكلم مع والدك اللي هو الجد يعني هيلقط نفس التعامل. تتعامل مع والدك إزاي؟ ابنك يلقطها منك. لو أنت من النوع اللي بتنحني وتقبل يد أبوك ابنك هيعمل معاك كده. لو أنت من النوع اللي تقول له لا أنت أبويا لا أعرفك ابنه هيعمل معاك كده. فإحنا رأينا الابن المساوي للأب في الجوهر، مطيع للأب وخاضع ليه بالرغم أن هو ما ينقصش عنه حاجة. أنا لازم بكل كياني أطيع الله، أطيع الابن، أطيع الآب، لأن شفت الابن بيعمل كده. عشان كده كمان في عبرانيين 10 المسيح على لسان المسيح بيتقال قلت هأنذا أجيء، أنا جاي في درج الكتاب مكتوب عني. الدرج اللي هو ايه؟ الرول. عارفين كان زمان الكتب مش صفحات زي بتاعتنا، كانت رول كده اسمها الدرج. في درج الكتاب مكتوب عني انا جاي علشان بحقق النبوات لافعل مشيئتك يا الله. اقول له يا رب يسوع انت جاي عشان تعمل مشيئة الاب؟ يعني انت مالكش مشيئة؟ يقول لي مشيئتي هي مشيئة الاب. امال ليه بتبرز مشيئة الآب؟ ده حب واتضاع. تخيلوا الابن اللي هو إلهنا بيخفي ذاته ويظهر الآب، يقول ده الآب هو العمل ده كله. عشان كده يقول للآب أنا مجدتك على الأرض، فالآب يقول له أنا أمجدك، قد مجدت وأمجد أيضا. الآب يمجد الابن، والابن يمجد الآب، والروح القدس يمجد الابن. يقول ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. ما هذا الحب الثالوثي الجميل والاتضاع، كل واحد في الثالوث يقدم الآخر. المسيح خضع لإرادة الآب بسبب اتضاعه، وخضع إلى درجة موت الصليب. عشان كده في أعمال إصحاح 2 يقول هذا أخذتموه أنتم يا يهود مسلما بمشورة الله المحتومة. عايز يقول ان برضو الاب مشورته محتومة والابن تسلم بهذه المشورة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه. لما نيجي بقى حتة حتى الموت موت الصليب، ليه يعني ايه الصليب في ايه؟ شوفوا في تثنية يقول لا تبت جثته على الخشب. لو واحد انت علقته على خشبة ما تبيتش جثته على الخشب، بل تدفنه في نفس اليوم، لأن المعلق ملعون من الله فلا تنجس أرضك. تخيلوا دي بقى علق عليها معلمنا بولس في غلاطية 3:13 لما قال المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب. لاحظوا ساعة لما ربنا نبه آدم اوعى تأكل من الشجرة، قال له يوم أن تأكل منها يحصل إيه؟ موت أن تموت. لكن بعد ما أكل لقينا فيه عقوبات تانية. طلعها لكم من سفر التكوين، انا مش كاتبها بس في السلايدز اللي قدامكم بس انتوا حافظينها. قال له نمرة واحد اضع عداوة بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها دي الحول. هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. يسحق رأسك يعني المسيح يحطم الشيطان، تسحقين عقبه يعني الشيطان هيقدر يأذي المسيح العقب اللي هو الكعب. أذية المسيح أنه يتصلب، لكن الشيطان في المقابل هيتصحك. طبعا إيه رأيكم، واحد يتخبط في دماغه ولا في كعبه؟ كعب دي حاجة مقدور عليها. فقال إن الشيطان هيتصحك في رأسه بس هيقدر يضر إنه يصلب المسيح، ما جراش حاجة.
وبعدين قال لآدم إيه؟ عدوا معايا العقوبات. واحد، ملعون الأرض بسببك، في نعمة. اثنين، بالتعب تأكل منها كل يوم حياتك. اثنين، مش كده؟ ثلاثة، شوكا وحسكا تنبت لك الأرض وتأكل عشب الحقل. أربعة، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود للأرض أخذت منها. خمسة، لأنك تراب إلى تراب تعود، اللي هو الموت. خمس حاجات. لاحظوا المسيح شر الخمسة دول. أول واحدة كانت إيه؟ ملعون الأرض بسببك. المسيح شر اللعنة لما اتصلب على صليب. طب بالتعب كان ممكن المسيح يخبطوه خبطة يموت، لكن قبل الموت في تعب وألم شديد جدا، لأن دي من ضمن العقوبات فشلها عننا التعب. طب والشوك والحسك؟ كريل الشوك. طب عرق وجهك؟ كان عرق ونازل كقطرات دم، وبعدين تراب إلى تراب تعود، الموت. يبقى الخمس عقوبات شالهم المسيح عني وعنك. عشان كده كان رضي أن يكون الموت موت الصليب علشان يرفع عنا هذه اللعنة. يقول معلمنا بولس في عبرانيين 12: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، اللي هم الأباء القديسين والشهداء، لنطرح كل ثقل. الواحد لما يشوف القديسين والشهداء ينشط ويقول ايه ده انا خيبان ليه، لازم اجري زيهم. والخطية المحيطة بنا بسهولة نرميها ونحاضر بالصبر. نحاضر دي معناها نستمر في الجهاد الموضوع امامنا. ده القديسين بيشجعونا كده، ايش حال بقى المسيح؟ قال واحنا بنتشجع بالقديسين ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. كل ما يجي الشيطان يعكسني بالكسل الاقي القديسين نشط، اقول يعني عشان كده شهيه جدا قراءه سير القديسين. وبعدين اقول ده قديسين ايه؟ ده المسيح نفسه تعب لغايه حد الموت. قم انا ابقى نايم، قم انشط. على راي القديس اللي كان تلامذته، هو راجل شيخ كبير ويتعب جدا في الجهاد الروحي، فيقولوا له كفاك يا ابانا استريح شويه، انت راجل كبير صحتك مش هتستحمل، انت ياما جاهدت 70 سنة في الجهاد الروحي، يعني ريح شويه في شيخوختك. فكان يجاوبهم بكلمتين: لعلي صلبت. يعني ايه دي؟ انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ لما تصلب تبقى تقول كفايه، لكن انا ما وصلتش للي عمله المسيح من اجل. لعلي صلبت. لعلي صلبت دي بتخلي الواحد حتى لو تعب ما يتكبرش. وانا عملت ايه؟ عشان كده نظرتنا الى المسيح رئيس الايمان ومكمله تحفزنا على الجهاد الروحي. لما المسيح اطاع حتى الموت موت الصليب، يقول لك لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. ايه رفعه الله دي؟ هو المسيح كان مستني رفعه؟ هو في ارفع من كده واعلى من كده؟ ده هو الله. قولوا لي انت بقى يعني ايه رفعه الله؟ اه بالظبط كده، دي رائعه الاجابه دي. المسيح بصفته مندوب نائب عن البشرية، فرفعه الله معناها رفع البشرية في المسيح. هو في ذاته مش محتاج هذه الرفعة، نحن فيه أخذنا هذه الرفعة، الهبات الممنوحة لنا من الله في المسيح. لكن كمان ممكن تقولوا إجابة تانية، هنا الآية دي عن الناسوت مش عن اللاهوت. انت عارفين حكاية عن النسوت واللاهوت بدون ما ينفصلوا عن بعض. يعني قديس كيرلس الكبير لما كان بيواجه بدعة نسطور وبيواجه
بواقي الأريوسية، لأن كيرلس الكبير كان في القرن الخامس والأريوسية كانت في القرن الرابع. ما بين أثناسيوس اللي هو واجه الأريوسية وكيرلس كان فيه ثلاثة بطارقة، لأن أثناسيوس البطرق رقم 20 وكيرلس البطرق رقم 24، ومجمع أفسس كان في القرن الخامس. فكان لسه الأريوسية لها ديول، ولغاية النهاردة لها ديول. فكان الأريوسيين لما يقروا آية زي كده يقول لك رفعه الله، يعني المسيح ده أقل من الآب وبيترقى، بيترقى، رفعه الله، الآب رفعه، يعني أبجريد. وآيات تانية زي مثلا أما ذلك اليوم وتلك الساعة فليعرفها ولا الابن، يقول لك الابن هو مش عارف، ولما يقول أبي أعظم مني يقول لك هي واضحة. فالقديس كيرلس الكبير حط قاعدة جميلة جدا في كتاب اسمه حوار حول الثالوث، قال فيها يجب أن نميز بين النصوص التي تتكلم عن اللوغوس في حد ذاته كلوغوس ابن الآب، وبين النصوص اللي بتتكلم عن اللوغوس وهو في حال التجسد. في حال التجسد كان باين شكله ان هو ضعيف وغلبان وصغير وقليل واقل، لكن جوهره من جوه لم يماس. فانا بقول كمان لو ما ميزناش بين النوعين دول هنتلخبط وهندخل في دوامة ما نعرفش نخرج منها، لانك هتلاقي نفسك آية بتتكلم عن النسوت انت فهمتها انك بتتكلم عن اللاهوت، ان لاهوت المسيح اقل من لاهوت الآب، حاشا. فكلمة رفعه الله تتكلم عن النسوت. بصوا بقى اللي حصل ايه، ساعة ما المسيح اتولد من العذراء كان شكله ايه؟ تقول لي طفل عادي. هل المسيح تكلم وهو طفل؟ ما حصلش، ما جاتش في الكتاب المقدس. اتولد طفل بيرضع وبينمو قليلا قليلا بشبه البشر، ويقول معلمنا لوقا في الانجيل كان يتقدم في النعمة والحقامة والحكمة عند الله والناس. يعني على قد ما بيطول وجسمه بيكبر برضه الحكمة بتزيد. حكمة تزيد ازاي؟ ده المسيح هو حكمة الله، هو اقنوم الحكمة. اقول لك ده لاهوت من جهة ناسوته بينمو زي بقية اي اطفال، وبعدين كبر وبقى شاب او فتى، شاب ورجل عادي. وبعدين بدأوا الناس تتريق عليه وتستهزئ بيه وتطلع عليه تهم وتقول عليه كلام وحش، بقى مهان. ده شكل دوت ابن الله مش باين. وبعدين تكمل المتمة بانه يتقبض عليه ويتهان اهانة شنيعة جدا في المحاكمة، ويتريقوا عليه ويستهتروا به ويضربوه ويقولوا له تنبأ لنا مين ضربك، ويقطعوا ثيابه، حاجة منتهى الاهانة، والجلد والصلب والموت، وصل لقمة الازدراء. طب بعد كده حصل ايه؟ قام في القيامة. بقى كان ايه شكله كده؟ ضعيف وغلبان ومهزوم. يقول لك قام بجسد ايه؟ ممجد، لدرجة اللي عارفينه ومش عارفينه في اكتر من تلامذة، ومريم المجدلية اللي شايفينه كل يوم وعايشين معاه على طول ما يعرفوش في القيامة، لانه اخذ مجدا في جسده. فالجسد النسوت رفعه الله، ده له رفعة. وبعدين مش كده وبس، هذا الجسد المليان بالمجد أصعده إلى السماوات وأجلسه عن يمين الآب. وزي العبارة قلتها حضرتك إن إحنا هو مندوب البشرية، فكأن البشرية كلها جلست عن يمين الآب في شخص المسيح. عشان كده يقول أقامنا معه إيه؟ وأجلسنا معه في السماويات. ما هذا المجد الذي نالته البشرية في شخص المسيح؟
والمجد اللي اخده الجسد اللي كان في يوم من الايام طفل غلبان وشاب بيشتغل نجار وجسد عادي الناس مفكرين انه عادي، حتى لما كان بيعمل معجزات كانوا بيتريقوا عليه ويقولوا دبع لزبول بيخرج شياطين، وازاي راجل زي كده يعمل معجزة يوم السبت يبقى كايد مش من عند ربنا. لكن بعد القيامة لا بقى، بيان المجد في جسده في نسوته، وترفع هذا النسوت الى المجد الاسنى في السماوات. المنظر اللي كان شافه منه لمحة ابائنا الرسل ساعة التجلي بقى كده على طول، لدرجة يوحنا الحبيب اللي كان متكئ على صدر المسيح يوم الخميس في طمأنينة وهدوء واحساس بالامان، هو بعينه لما شاف المسيح في سفر الرؤيا في المجد سقط على وجهه كميت، وجه الملاك يقومه، انت خايف من مين؟ قال له من الراجل اللي قاعد ده. انت مش عارف الراجل ده مين؟ ده يسوع النصير اللي انت كنت متكئ على. معقول؟ ايه ده؟ ايه المجد ده؟ يقول مكان المجد ده بتاعه مستخبي ما ضاعش، لكن الناسوت اللي ما كانش اصلا فيه مجد بقى فيه مجد كمان. والمنظر اللي انت شفته في التجلي يوحنا كان عينة وعربون، لكن انت شايف ذات المجد الحقيقي بتاعه اللي احنا لما هنشوفه في الابدية هنتمتع بيه. عشان كده يتفسر كلمة رفعه الله الاب. في انجيل يوحنا 17 تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال ايها الاب قد اتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا. شوف انا عشت 33 سنة المسيح كأنه بيقول يعني ما شفتش يوم فيهم مجد، جاي لحظة المجد دلوقتي، مجد ابنك. ويقول كمان إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. إيه يعني الآب أعطاه سلطان دي؟ هو المسيح ما كانش عنده سلطان؟ طبعا فهمناها على ضوء كلام القديس كيرلس الكبير، هنا يتكلم عن نسوته. أصبح المسيح بصفته إنسان مننا ليه سلطان أن يعطي حياة أبدية لكل واحد يعطى له، يعني المسيحيين اللي اعطوا له الاب، الاب جذبنا ليه بقينا حته منه فاعطانا حياه ابديه. وطبعا مش مستحيل انسان عادي يكل سلطان يدي الناس حياه ابديه، او الاب يوكل بني ادم عادي ان يدي حياه ابديه للناس، مش ممكن. ويقول له الآن مجدني أنت هو الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي، يعني مش جديد عليه، كان لي عندك قبل كون العالم موجود. عشان كده في سفر الأعمال لما بيتكلم عن الصعود قال إذا ارتفع، ده المسيح ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا اللي هو الروح القدس علينا الذي أنتم الآن تبصرون وتسمعونه. ويقول معلمنا بولس في عبرانيين الذي وضع قليلا عن الملائكة، لأن المسيح ساعة لما تجسد بقى إنسان والإنسان أقل من الملائكة، كأن المسيح أقل من الملائكة شكله، بيقول كده الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع ده نراه مكللا بالمجد والكرامة، رجع تاني المجد وكرامته من أجل ألم الموت بعد ما تألم ألام الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. شوفوا الحكاية ماشية ازاي. ويقول في سفر الأعمال الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. أقامه الله دي برضو تقول هو مش قام بمجد نفسه بقوة لاهوته، أيوة تعبيرين مظبوطين. هتلاقوا دلوقتي هجيب لكم آيات إن كلام عن المسيح قام وآيات أقيمة. أهي في الآية الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا.
يبقى الاب اقامه صح، قام بقوة لاهوته صح، الاثنين ماشيين صح. لو انا قلت قام بقوة لاهوته بتكلم عن لاهوته، لو قلت الاب اقامه بتكلم عن ناسوته. ويقول فدفن معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة، يعني الحياة الجديدة. ويقول في يوحنا 10 أضع نفسي لأخذها أيضا، هو اللي بيضع وهو اللي بياخذ، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. وفي يوحنا 2 عشان دي الآيات دي هتبين المسيح لي سلطان، أحسن نكتفي بالآية اللي هو بيقول المسيح الآب أقامه ونظن ان الابن ملوش سلطان يقيم نفسه. قال لليهود انقضوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام اقيمه. يبقى هو اللي بيقيم. ولما الملائكة بشروا الناس وقالوا لهم ليس هو ها هنا لكنه لانه قام، هو اللي قام كما قال. وقال لهم اذهب سريعا قول لتلاميذه انه قام من الاموات. يبقى ممكن نستخدم تعبير قام وتعبير أقيمة، قام وأقامه الآب. والمسيح نفسه بعد التجلي وهو نازلين من الجبل قال لهم لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا متى قام ابن الإنسان من الموت. وبعدين يقول لأن لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. فلما نقول رفعه الله مش معناها ان هو كان محتاج رفعة، لكن ده رفع الطبيعة البشرية والناسوت واخد هذا الناسوت مجد ما كانش موجود فيه وهو مولود من العذراء وعايش حياته على الارض. لما اتولد من العذراء كان شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، لكن بالقيامة اخد في الناسوت مجد. وعلى فكرة بقى الجمال ان المجد اللي اخده في الناسوت هيدهولنا، ودي اللي قالها المسيح في يوحنا 17 وانا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، يعني المجد الممنوح للناسوت ادهولنا، لكن مجد الالوهة المجد لا اعطيه لاخر. المسيح عنده نوعين من المجد، مجده بتاع الالوهة محدش ياخده، والمجد اللي هو اخده في ناسوته هيدهولنا، بس محدش هيشاركه في اللاهوت طبعا. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. الاسم بتاع المسيح يسوع، هذا الاسم بقى ليه مكانة فوق كل اسم لأنه معناه مخلص. والكلمة أصلا ياه شوع، ياه يعني يهوى وشوع يعني يخلص، وليها مترادفات يعني هوشع يشوع أشعية هوشعنا، كل الحاجات دي بنفس المعنى. وعشان كده احنا في اسبوع في يوم حدث الشعانين بنقول هوشعنا اللي هي بنطقها بالقبطي وباليوناني اوصانا، هوشعنا نطقناها بالقبطي واليوناني اوصانا يعني خلصنا. فالمسيح أخذ الاسم اللي هو فوق كل اسم. في أفسس 1:20 يقول إيه؟ الآب عمل إيه في المسيح؟ أقامه من الأموات، أجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم، أهل الاسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. كل هذا الكلام في الثلاث آيات دول عن الناسوت، لأن من جهة لاهوته هو فوق ده كله. ويقول في أفسس 4 الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. يبقى نزل وأخذ شكل عبد، بعدين طلع وخلى العبد دوت متمجد وأخذ نوع من الألوهة والمجد في هذا النسوء.
في عبرانيين واحد يقول صائرا أعظم من ملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. لأن مثلا أعظم الملائكة اسمه ميخائيل. ميخائيل معناها مي من، خاء أو كا يعني كا، إيل الله، مين مثل الله، مين كا الله، حدش. الاسم الثاني جبرائيل أو غبريال، جبرا يعني جبروت، إيل يعني الله، قوة الله. الثالث رافائيل، رافا يعني شفاء، يبقى شفاء الله، محدش فيه مخلص. فيقول ايه بقى، اخد اسم افضل من جميع الملائكة، لان الملائكة خدام. ايه الاسم؟ يسوع يعني مخلص. عشان كده ابائنا القديسين الاقباط بالذات نصحونا ان احنا ننادي اسم يسوع، الاسم المخلص. واللي فيكم عارف تسبيحة قد ايه الافصاليات بتاعت الايام تمجد اسم يسوع. وابانا اختبروا يعني ايه ان منادات اسم يسوع تخلص، تخلص من الافكار الشريرة، وتخلص من الكآبة، وتخلص من الملل، وتخلص من الخطية، وتخلص خلاص ابدي. يقول لك لانه تعلق به ونجيه ورفعه، لانه ايه عرف اسمي. اللي عرف اسمه دوت معناها مسك مفتاح بتاع كنز. ويقول في الإبصالية إن كنا فقراء من أموال هذا العالم وليس لنا شيء لكي نعطيه صدقة، ما عنديش حاجة أديها صدقة، وما عندك إيه بقى؟ يقول لنا الاسم العظيم الذي لربنا يسوع المسيح، الاسم الحلو مملوء مجدا. الكلمة اللي قالها بطرس للمقعد، ليس لي ذهب ولا فضة، غلبان، لكن عندي حاجة ملكي امتلكها اقدر اديها لك. ايه هي؟ قال له اسم يسوع المسيح، قم وامشي، انا عندي الاسم ده، انا غني بيه. اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع. في اشعياء يقول عن المسيح اقسم له بين الاعزاء. اقسم هنا بمعنى اقسم له، يعني يديله مرس، يديله نصيب. ومع العظماء يقسم غنيمة، من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. دي خلته ياخد الكرامة دي بين البشر. عشان كده يجب ان نتعلم من المسيح الاتضاع. في متى يقول من يرفع نفسه يتضع، من يضع نفسه يرتفع. ويقول معلمنا يعقوب اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. ومعلمنا بطرس يقول ايها الاحداث اخضعوا للشيوخ. اذا كان المسيح خضع للاب وهم مسويين في الجوهر، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. هنكتفي بكده عشان الوقت أخرتكم، ونكمل بإذن الله الأسبوع الجاي لإلهنا المجد الدائم للأبد. آمين.